موضوع ينضم إلي المختصة في الشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان. مرحبا بك أستاذ شكيب. يعني أستاذ شكيب، في الوقت الذي يسعى به بنت لحماية ائتلافه من الانهيار، يعني نرى بأن يعني ما نشاهده بعد هذه الاستقالات انهيار في الطاقم الاستشاري والمقرب من رئيس الحكومة نفتالي بنت. هل يعني يمكن القول بأن المعاونون لبنت يعني يشتمون رائحة انهيار هذه الحكومة ويفرون منها أو من السفينة قبل أن تغرق؟ خلينا نبدأ بالحقيقة. الحقيقة أنه وظيفة المستشار الأول والمقرب الأول لرئيس الحكومة أن يعاون رئيس الحكومة وألا يكون عبئا عليه. الخلاف الذي كان في داخل مكتب رئيس الحكومة بين المعاونة والمعاون شمريت وتال كان له أبعاد سلبية جدا على نجاح رئيس الحكومة، وبدل الاهتمام بما يجري حوله اهتموا بأنفسهم، ولذلك حل مكانهم وزير الخارجية الذي حل دائما كل المعضلات والعقبات السياسية التي وقفت بدرب رئيس الحكومة حتى الآن. تصريح رئيس الحكومة قبل قليل أن رغم استقالة معاونه الأول الأمور لا تزال بخير، يعني أنه هو الذي دفع بكلاهما إلى الذهاب لأنه رأى عدم إمكانية استمرار التعاون فيما بينهما. وطبيعي يمكن أن نذهب إلى التفسير الذي طرحتيه، وهو يعني الهرب من سفينة غارقة. السفينة ليست غارقة حتى الآن، السفينة في موضع يعني 60-60، لكنها يعني عاشت أزمات وربما سيكون هناك وسيكون العديد بعد أزمات كثيرة. نعم. على الطريق. يعني اليوم عندنا 60 نائب برلمان يؤيدون هذه الحكومة ولا يوجد 61 حتى الآن. يعني لو أنه يظلوا تال أو شمريد في نفس الوضع اللي كانوا، كان ممكن نخسر بعد يخسر رئيس الحكومة بعد نير أورباخ أو غيره من أعضاء الكنيسة اللي هن يشكل خطر في انتقالهم. انتقال عضو كنيسة إضافي واحد والتصويت عديد سلمان وهذا العضو إلى جانب المعارضة يعني إقصاء الحكومة عن الوجود. لذلك أنا أظن أن نفتالي بنت يحاول، وهذا جزء من عملية احتواء الموقف، يحاول هو محاولات رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، يعني لأنه يقول يعني ويؤمن بأن يعني هذه الحكومة ويراهن على سقوط هذه الحكومة، يقول بأن بقى هذه الحكومة هي مسألة واقع. هاي وظيفة رئيس المعارضة، هاي مهمة رئيس المعارضة، ورئيس المعارضة لا يختصر أي مجهود من أجل الوصول إلى هذا الهدف. أنا أتوقع أنه المهمة هاي ليست بسهلة، لأنه في نهاية المطاف غيداء زعبي وغير غيداء زعبي يبحث عن مكان تحت الشمس. الذهاب إلى انتخابات يعني لبعض هؤلاء الأعضاء فقدان وجودهم ومكانتهم السياسية، وبدون أن يكون لهم بدائل سياسية مضمونة، ولا يستطيع رئيس المعارضة أن يضمن ذلك لأحد. يعني حتى الكل ضحك لما سمعوا منصور عباس يقول لغيداء زعبي أنا لا أستطيع أن أكفل لك مكان مضمون في قائمة للمرة القادمة. يعني الكل يعلم أنه نير أورباخ وكارا وشكيد وكلهم يبحث عن لو عند بيبي إمكانية يعطيهم لقدام لكان الوضع يختلف. طب في صالح من يصب انهيار هذه الحكومة وذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة وفق المعطيات؟ أنا مش متأكد أن بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة بده انتخابات. بنيامين نتنياهو يتحدث عن إمكانية إقامة إنشاء حكومة بديلة. نعم. ويبني على ما قلته أنه هنالك أشخاص لا يريدون فض الحكومة، لا يريدون فض الكنيسة. لذلك يعني الحقيقة أنه هذا بصالح واحد فقط.
وهو يائير لابيد، يائير لابيد ونفتالي بنت يمطان الأمر إلى أكثر ذكي، يعني إلى بعد 4 أو 5 أشهر اللي فيهم بيكون نفتالي بنت قد قضى معظم فترته، وعندها هم سيبادران إلى انتخابات بعد تأسيس أحزاب أو ائتلافات أو تحالفات سياسية جديدة، ويذهبون إلى انتخابات، ويكون عندها يائير لابيد رئيس الحكومة الانتقالية، وعندها يكون وضع يعني ممكن يكون 3 جولات انتخابية كيف كان مع بنيامين نتنياهو المرة بآخر سنتين، اللي هو مش رئيس حكومي، رئيس حكومي انتقالي. وهذا الوضع الذي يبحث عنه نفتالي بنت. نفتالي بنت ويائير لابيد متفقان فيما بينهما، وعندما ينظران أن الوضع قد حان سيتم الوصول إلى انتخابات. لعبة الانتخابات بهذه المرحلة ممكن تكون أكثر بأيدي الائتلاف الحكومي، لأن هنالك الكثيرين الذين يمكن أن يخسروا، كل النرويجيين 23 أو 24 عضو كنيسة نرويجي في حال الذهاب إلى الانتخابات، الوزراء سيعودون إلى الكنيسة وسيفقدون أماكنهم. هذا ما صار، ما جرى مع النائب خلفون، لو طالك وقع بقرقطة ليش قبل يحكي مع بنيامين نتنياهو؟ مجرد أنه نفتالي بنت عرف أنه كان في محاولة، مش لقاء، محاولة للقاء بين خلفون ونتنياهو، خلفون لقى حاله بالبيت. قبل نصف ساعة التقيته مع إحدى مستشاري خلفون، وقال لي بشكل واضح قديش يندم النائب خلفون على فقدان كرسيه. القضية قضية الالتزام بحب الكرسي. وصلت الفكرة. المختص بشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك. طاب مساءكم.